بادئ ذي بدء يحسن الحديث عن ما كنتم تحدثون عن الصلاة. ماذا يجب على المسلم والمسلم ستره في الصلاة؟ نعم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اتبع سنته بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فما يتصل بالستر في الصلاة هو ما يعرف في كلام العلماء بستر العورة في الصلاة، أو العورة التي يجب سترها في الصلاة. العلماء رحمهم الله في ستر العورة يقسمون العورة إلى قسمين في الجملة: عورة للصلاة وعورة للنظر، أي عورة خارج الصلاة. نحن لسنا بصدد الحديث عن العورة خارج الصلاة لأنها خارجة عن موضوعنا، إنما نبحث فيما يتعلق بالصلاة وما يجب ستره فيها، انطلاقا من قول الله تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. هذه الآية الكريمة استدل بها أهل العلم على وجوب الستر في الصلاة، وهذه الآية لم تأمر بالستر لشيء محدد، بل المطلوب فيها أمر زائد على مجرد الستر. فليس المقصود ستر ما يستحيا من كشفه، لأن العورة هي كل ما يستحيا من كشفه، فليس المقصود هو ستر ما يستحيا من كشفه، إنما المطلوب هو ستر ما يستحيا من كشفه وطلب الزينة. ولهذا قال جل وعلا: يا بني آدم خذوا زينتكم، ولم يقل استروا عوراتكم، إنما قال خذوا زينتكم. معلوم أن الله تعالى فيما أنعم على عباده قسم اللباس إلى قسمين: لباس يواري العورات، ولباس يحصل به التجمل والتزين. يقول جل وعلا: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا، ما أنواعه؟ يواري سوآتكم، هذا في اللباس الضروري الذي يستر العورات، وريشة، وهذا لباس التجمل والتزين. ثم قال: ولباس التقوى ذلك خير، وهذا اللباس المعنوي. فالله تعالى ذكر الألبسة الحسية والمعنوية في هذه الآية على وجازتها، وأنواع الألبسة أيضا الحسية. إذن المأمور به في الصلاة هو أمر زائد على ستر العورة، ولهذا يجب على المؤمن أن يتهيأ لصلاته وأن يتخذ لها أجمل وأكمل ما يستطيع. وقد كان من سلفنا الصالح من يتزين لصلاته كما لو كان خارجا للقاء الناس، كيف لا والملتقى في الصلاة برب الأرض والسماء، بالله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، يقف العبد بين يدي الله تعالى، كما في الصحيح: إذا قام أحدكم في الصلاة فإن الله تعالى قبل وجهه. الله أكبر. وهذا يبين لنا عظيم هذا الموقف، ولذلك كان حريا بأن يتهيأ له الإنسان ظاهرا وباطنا، ظاهرا باللباس الذي أمره الله تعالى به من الزينة، وباطنا بالخشوع والذل والخضوع والانكسار لله العزيز الجبار سبحانه وبحمده. هكذا يحقق العبد المطلوب. لكن لو قال ما الحد الأدنى؟ هذا الكمال وهو أن يتزين للصلاة، لكن ما الحد الأدنى الذي فواته يخل ما يجب على المسلم مراعاته في الصلاة؟ معلوم أن بني آدم كم جنس يا شيخ ناصر؟ ذكر وأنثى، وبالتالي فالعورة في الصلاة تختلف باختلاف الجنس، فالذكر له من السترة في صلاته ما يناسب جنسه، وللأنثى في لباس في صلاتها من الستر ما يناسب جنسها. نبتدئ بالذكر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح من حديث أبي هريرة، الصحيحين من حديث أبي هريرة، يقول صلى الله عليه وسلم: لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. معنى هذا أنه ليس المطلوب هو ستر أسفل البدن، بل المطلوب أمر زائد على هذا وهو ستر أعلى البدن، وهذا أقل ما يتحقق به الكمال. وأما أقل ما يتحقق به الواجب فهو ستر ما بين السرة والركبة، فهذا أمر متفق عليه مجمع عليه بين علماء الأمة أنه لا يجوز أن يصلي من دون ستر أسفل بدنه. ولهذا في حديث جابر النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا كان الثوب واسعا فالتحف به، وإذا كان ضيقا يعني ما يسع بدنك، والالتحاف يستر البدن كاملا، وإذا كان ضيقا فاتزر به. ومعلوم أن الاتزار يستر به
أعلى أو أسفل؟ أسفل البدن. أسفل البدن. فكذلك هو المأمور به المطلوب أن يستر المؤمن أسفل بدنه. حد ذلك من حيث الوجوب من السرة إلى الركبة كما جاءت بذلك النصوص والأحاديث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا فيما يتصل بالسترة المجزئة للرجل، على أن الكمال يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. الصنف الثاني الرجال شقائق النساء، فكما أن السترة واجبة في حق الرجل فهي واجبة في حق المرأة، وإن كانت مختلفة في صفتها لمناسبة جنسها. المرأة في سترتها في الصلاة الواجب أن تستر جميع بدنها عدا وجهها وكفيها، فإن هذا مما لا يجب ستره بالاتفاق، لا خلاف بين العلماء أنه لا يجب ستر الوجه و الكفين، هذا محل إجماع. ما عدا هذا فهو واجب الستر. دليله الحقيقة من حيث الدليل هناك أحاديث، وإن كان في إسناد أفرادها مقال من حيث ثبوتها عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن مجموعها يدل على ما الذي يجب أن تراعيه المرأة في سترتها. فالنبي صلى الله عليه وسلم نقلت عنه عائشة في السنن من حديث عائشة قال صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، لا يقبل يعني غير مرضية ولا مجزئة، لا تبرأ بها الذمة، مثل ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الطهارة في حديث أبي هريرة في الصحيحين لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتطهر. وبه يتبين لنا أن المطلوب هو ستر جميع البدن. لا يقبل الله صلاة أحدكم في الطهارة هنا، لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، والخمار هو ما تسدله المرأة على رأسها فتستر به أعلى بدنها. ومعلوم أنه لا يمكن أن يطلب الستر لأعلى البدن ويترك أسفل البدن مكشوفا. ولهذا جاء في حديث أم سلمة، هذا الحديث كما ذكرت أن في إسناده مقالا، لكن مع جملة الأحاديث يتقوى المعنى فيما يطلب من المرأة ستره في صلاتها. حديث أم سلمة مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت أصلي المرأة في درع وخمار. الخمار هو ما يستر أعلى البدن الرأس، والدرع ما يستر الجسم، وليس عليها إزار، قال من غير إزار. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها، نعم فهذا مجزئ، معناه نعم إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها. هذا أيضا أفادنا ما الذي ينبغي للمرأة ستره في صلاتها، فتبين لنا أن الواجب على المرأة ستر جميع بدنها عدا وجهها وكفيها. هنا مسألة، القدمان ما حكم كشفهما؟ هذه جماهير علماء الأمة المالكية والحنابلة والشافعية على وجوب ستر القدمين، وأنه لا تصح صلاة المرأة إذا كانت مكشوفة القدمين، لحديث يغطي إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها. أبو حنيفة رحمه الله قال هذا مما يكشف عادة، القدمان مما تنكشف عادة، فلا يجب على المرأة سترها في صلاتها. هذا ملخص موجز لما يجب ستره في المرأة في عورة الصلاة بالنسبة للرجل وبالنسبة للمرأة. نسأل الله أن يستر عوراتنا وأن يؤمن روعاتنا. اللهم أمين. بالمراد في قوله لا صلاة لحائض، المراد يبدو لي المرأة. نعم، لا يقبل أيضا مشاهدين. لا يقبل الله صلاة حائض. الحائض هي المرأة البالغة التي سار معها حيض، وأما ما دون الحيض فهي أمرها سهل، هي مأمورة بالصلاة على وجه التدريب. أحسن عليكم. أحيانا يرد هنا سؤال، إذا كان الإنسان في وضع لا يستطيع معه ستر عورته في مكان مثلا قصي من البيت، أغلقت عليه أحد الغرف، لم يدري به أحد، مضى جاء وقت الصلاة لا يستطيع ستر ما يجب. نعم، هنا مسائل يعني متصلة هذه من المسائل المتصلة بستر العورة. إذا عجز عن ستر العورة إما لفقد الساتر وإما لعدم تمكنه، كان يكون مثلا مريضا مرضا لا يتمكن معه من أن يلبس شيئا، فهنا القاعدة في هذا هو الأصل العام الذي تبنى عليه الشريعة كلها، وهو قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. الله أكبر. هذه قاعدة كلية تدخل في جميع
مفردات الشريعة في العقائد وفي الأعمال. يقول الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. كل هذه الآيات تدل على أن هذا حسب الوسع والطاقة. فإذا كان لا يجد سترة، المرأة لا تجد سترة إلا لبعض بدنها، فهنا تستر العورة المغلظة، لأن العورة ليست على درجة واحدة وتتدرج في الستر إلى أن تستر ما يمكنها ستره. وكذلك الرجل يعني إذا وجد ما يستر القبل والدبر دون الفخذين مثلا فهذا هو الواجب عليه. المراد أنه يفعل ما يستطيع من الستارة الواجبة.